بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. في هذه الحصة كما ذكر أخونا أوس نجمع بين عدة عناصر وبين عدة مصطلحات أصبح لها حضور ورواج في واقعنا العلمي والفكري والحركي، تعبيرا عن مدى الحاجة إلى إبراز بعض المعاني في ديننا وفي تفكيرنا وفي منهج عملنا. فمن الموازنات إلى الأولويات إلى المقاصد إلى التقريب والتغليب، هذه كلها عناوين لفكر لا أقول جديد ولكن فكر تجديدي يبحث لنفسه عن المكانة اللائقة به، أو يبحث عنه ويبحث له المحتاجون إليه عن المكانة اللائقة به، وكلها مفردات ومصطلحات وعناوين تعبر عن مدى حاجتنا إلى التجديد العلمي والفقهي والفكري. التنادي والدعوات المتكررة إلى هذه الأشكال وإلى هذه الأنماط من التفكير ومن النظر ومن المعالجة إنما هي دعوة إلى التجديد في الحقيقة، ودعوة إلى إعادة الاعتبار إلى كثير من المبادئ المنهجية والفكرية والعملية في ديننا وفكرنا وأعمالنا. ولذلك تتداخل هذه الكلمات ولكنها كلها معبرة عن هذه الحاجة ومعربة عن هذه الحاجة إلى التجديد وإلى إعادة صياغة الكثير من قواعدنا ومبادئنا وفق ما أظهرته الثغرات المتكررة في هذا الفكر وفي هذا الواقع الذي نعيشه. فقه الأولويات أو فقه الموازنات، تعرفون ربما أن أحد إخواننا، وكنت أتوقع أن يكون موجودا بل كان المفروض ربما أن يسند إليه إلقاء هذا الموضوع خاصة في موضوع الأولويات، وهو أخونا السي محمد الوكيلي، سبق أن أعد رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا في هذا الموضوع، فقه الأولويات دراسة في الضوابط. إضافة إلى أني أريد أن أعرف بهذا الكتاب باعتباره مما يمكن اعتباره مرجعا في هذا الموضوع، أردت أن أشير إلى المقدمة القيمة التي كتبها له الدكتور طه جابر العلواني، وناقش فيها مسألة فقه الأولويات، هل هو فقه أو فكر أو علم، هل هذا باب من أبواب الفقه نضيفه إلى الأبواب الفقهية المعروفة من الطهارة إلى الولايات إلى بعض الأحكام الفقهية المعروفة، أم هو فكر نضيفه إلى علم الكلام وإلى ما نسميه بالفكر الإسلامي، أو هو علم من العلوم الجديدة. والذي أراد الدكتور طه جابر العلواني في مغزى جوهري لمقدمته هو أن يقول هو أن ينبه حتى لا يحشر هذا الموضوع الذي نتحدث فيه، فقه الموازنات، فقه الأولويات، فقه المقاصد، لا يحشر ضمن المفهوم الضيق أو التقليدي لكلمة فقه، بل هو يندرج إذا كان ولا بد أن ندرجه في باب الفقه فهو في الفقه بمعناه الواسع الأصلي، أو هو يندرج في الفقه الأكبر وليس في الفقه الأصغر. ينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه ألف كتابا في الفقه الأكبر ويقصد به العقيدة، واليوم يستعمل فقه ويستعمله الدكتور طه جابر الفقه الأكبر بمعنى القضايا الكبرى وفقه الكليات وليس فقه الجزئيات، فقه القضايا المصيرية المنهجية والحضارية والعلمية والسياسية والتربوية
هذا كله فقه أكبر، الفقه الحضاري، فقه التغيير، فقه المنهج، فقه الكليات. وكتب كذلك الدكتور شيخنا وشيخ الصحوة الإسلامية الدكتور يوسف القرضاوي كتابا في الموضوع. أيضا أريد أن أشير إلى ما في مقدمته. الكتاب هو أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة الراهنة، أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة الراهنة. وأشار في مقدمته وهو يتحدث عن هذا الفقه الجديد، فقه الأولويات أو فقه الموازنات، لينبه على أمر فعلا نحتاج إلى التنبيه عليه، ونحن نريد أن نجدد ذاتنا وفكرنا وعلومنا. نبه على المعنى الأصلي الأصيل لكلمة الفقه في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يتحدث في الإيمان والعقيدة والتوحيد والشرك، ويستعمل الفقه ويصف قوما بأنهم يفقهون وآخرين بأنهم لا يفقهون، ويتحدث في الحرب والسلم ويستعمل كلمة فقه. فبمعنى أن الفقه كذلك في القرآن الكريم، وقد أورد الشيخ القرضاوي كلمات كثيرة أو آيات كثيرة فيها كلمة فقه، ليس منها موضع واحد فيه الفقه بالمعنى الاصطلاحي الضيق الذي أصبح معروفا عندنا حينما نقول الفقه والفقهاء والمذاهب الفقهية والأحكام الفقهية. ولعل الآية الأقرب إلى هذا المعنى هي الآية التي في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وحتى هذا الفقه في هذا المعنى اللي هو فقه الأحكام وفقه تفاصيل الشرع، أيضا فيه من المعنى ما فقد في الفقه بمعناه السائد، حيث إنه فقه يترتب عنه لينذروا قومهم، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقد ربط الفقه هنا بحركة الدعوة وحركة التبليغ، بينما الفقه بمعنى اصطلاحي ما بقى عنده علاقة بالدعوة. الفقه شيء والداعية شيء، بمعنى حتى الفقه بأحكام الشريعة وبتفاصيلها في استعمال القرآن لا ينفك عن حركية وإنذار وتبليغ وحمل هذا الفقه إلى العالمين. بمعنى أن الفقه الاصطلاحي الضيق المستعمل الذي هو الآن المفهوم السائد، هذا في حقيقة استعمال تاريخي ضيق مفهوم الفقه. فإذا نحن نستعمل الآن مفهوم الفقه بمعان أرحب هي التي استعمله بها القرآن الكريم. وحينئذ لا علينا أن نقول فقه الموازنات والأولويات، أو علم الموازنات والأولويات، أو فكر الموازنات والأولويات، كل ذلك يصبح متقاربا ومتجانسا. يقصد بفقه الموازنات ذلك النظر العلمي والفقهي الذي يميز بين مراتب الأمور ويعطي كلا منها قدره المناسب بلا إفراط ولا تفريط، كما أنه يوازن بين الأمور من تكاليف وواجبات ومن مصالح ومفاسد، ويقدم ما يستحق التقديم ويؤخر ما يستحق التأخير، إما مطلقا أي دائما هذه مقدمة على هذه، وإما في ظروف معينة أو في حالات مخصوصة. وهذه الموازنات بين الأمور والتكاليف والمصالح تسفر تلقائيا وتصل بنا تلقائيا إلى تبين الأولويات. فدائما هناك ما هو أولى من غيره، كلما أمعنا النظر في الأشياء وقمنا بالموازنة تلقائيا نجد أن هذا أولى من هذا وهذا أولى من غيره. فتحديد هذه الأولوية أي أنه أولى من خلال الموازنات المستمرة ومن خلال الأدلة والموازين العلمية والواقعية يقتضي تحديد أولويات وإعطاءها ما يناسبها من الاعتبار والترتيب والتقديم. ويحدد العلامة يوسف القرضاوي في هذا الكتاب
عناصر فقه الموازنات فيما يلي، يعني ما هو فقه الموازنات وماذا يتضمن وماذا يشمل. أولا الموازنة بين المصالح بعضها وبعض، بين مصلحة ومصلحة، الموازنة بين المصالح بعضها وبعض من حيث حجمها وسعتها ومن حيث عمقها وتأثيرها ومن حيث بقاؤها ودوامها، وأيها ينبغي أن يقدم ويعتبر وأيها ينبغي أن يسقط ويلغى. إذن هناك حالات يكون لا مفر من أن تأخذ بمصلحة وتسقط الأخرى، كيف نحدد ذلك؟ هذه هي الموازنات من حيث الساعة، من حيث العمق والتأثير، البقاء والدوام، مدة قصيرة، مدة طويلة، على مدى العصور. باء أو ثانيا الموازنة بين المفاسد بعضها وبعض، إذن نكون أمام مفسدتين لا بد من إحداهما فنوازن. الموازنة بين المفاسد بعضها وبعض من تلك الحيثيات، أي من حيث الساعة والعمق والحجم والتأثير والدوام، من تلك الحيثيات التي ذكرناها في شأن المصالح، وأيها يجب تقديمه وأيها يجب تأخيره أو إسقاطه. ثالثا ضمن فقه الموازنات أو ما يشتمل عليه هذا الباب، الموازنة بين المصالح والمفاسد. إذا الأول بين المصالح فيما بينها، الثاني المفاسد فيما بينها، الثالث الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تعارضتا أو إذا تعارضت، بحيث نعرف متى نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة. انتهى كلامه في تعريف الموازنات. كما عرف حفظه الله فقه الأولويات بأنه وضع كل شيء في مرتبته، فلا يؤخر ما حقه التقديم أو يقدم ما حقه التأخير، ولا يصغر الأمر الكبير ولا يكبر الأمر الصغير. أسس فقه الموازنات والأولويات، ما هي الأسس التي تشهد له ولمشروعيته ولضرورته؟ أولا هناك نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية تتضمن التنبيه على اختلاف مراتب الأعمال وعلى تفاضلها وأولوية بعضها على بعض. كل ما في القرآن من أن هذا أولى من هذا، وهذا خير من هذا، وهذا أحب إلى الله من هذا، وهذا أحسن، وهذا دون هذا، كل ذلك شاهد لعملية الموازنة والمفاضلة بين الأعمال، وأن الأعمال ليست على حد سواء. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هذه موازنة تعطي أن المجاهدين من المؤمنين أفضل من القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر، أما المؤمن صاحب الضرر وصاحب العذر الذي لم يقعد به إلا عذره ومرضه مثلا، فهذا ليس دون الذي خرج، لأنه لولا عذره لكان قد خرج، ولولا عذره لكان قد جاهد. لكن المؤمن الذي لا عذر له وهو قاعد لا يستوي مع المؤمن المجاهد في سبيل الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، ولكن هؤلاء أفضل من هؤلاء، وهؤلاء مقدمون على هؤلاء، وهؤلاء أعظم درجة من أولئك. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وفي نصوص أخرى في القرآن أو في السنة نجد تقسيما للأعمال إلى فرض ونفل، إشارة إلى أن ما يطلب من المؤمن وما يقوم به الإنسان من تكاليف ومن عبادات وقربات وطاعات وأعمال صالحات ليست أبدا صنفا واحدا، وليست أبدا مرتبة واحدة، بل بعضها أولى من بعض، وبعضها أعلى من بعض، وبعضها أدنى من بعض. فتقسيم الأعمال إلى فرض ونفل لا معروفة، وهي مشيرة إلى
مبدأ التفاضل والأولوية والتقديم والتأخير. وتصنيف المعاصي في القرآن وفي السنة إلى كبائر وصغائر ولمم أيضا هو مشير في الشق الآخر، وهو الشق المفاسد والمعاصي، إلى أنها أيضا ولو أنها كلها توصف بالمعاصي وتوصف بالإثم وتوصف بالفساد، فإنها ليست على حد سواء، مثلما لا يستوي الناس في الخير فلا يستوي الناس كذلك في الشر، فالأشرار ليسوا سواء، والمفسدون ليسوا سواء، والعصاة ليسوا سواء، والمعاصي ليست سواء. فهناك الكبائر، بل في الحديث أكبر الكبائر، هناك الكبائر وأكبر الكبائر، ومقابل ذلك يمكن أن نقول كما هناك صغائر هناك أصغر الصغائر، وهي التي وصفها القرآن الكريم بأنها لمم. كذلك كما نعرف قسم الفقهاء الأحكام الشرعية نفسها بناء على كل هذا الذي تقدم وغيره، الأحكام الشرعية سواء المطلوب فعلها أو المطلوب تركها ليست على حد سواء. فهناك تقسيم الخماسي المعروف عند الجمهور، جمهور الأصوليين والفقهاء، الأحكام الشرعية خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. ما بغينا نرتبوها، لكن الترتيب هنا خاصة هو بين المحرم والمكروه، فما يطلب تركه ليس على درجة واحدة، فمنهما هو محرم ومطلوب تركه جازما، معناه أن مفسدته شديدة، وهناك ما هو مطلوب الترك ولكنه بدرجة مخففة إلى درجة أنه ليس في فعله إثم وإنما في تركه ثواب، وليس في فعله عقاب، إشارة وتنبيه على أن مفسدته خفيفة. وفيما يطلب فعله هناك الواجب وهناك المندوب، ثم هناك ما يتوسط بينهما وهو المباح، والمباحات بطبيعة الحال أيضا ليس على حد سواء. ولذلك هناك مباحات يتفانى الناس في تحصيلها ورعايتها ويفنون أعمارهم وقد يقتتلون عليها، وهناك مباحات أقل منها وأقل أهمية وعناية لدى الناس. بل إن هذا التقسيم الخماسي نجد تقسيمات أكثر تفصيلا وأكثر تدقيقا. فمثلا الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، إذن فيجعلون الفرض درجة ودونه درجة الواجب على أسس معروفة في أصول الفقه. والمحرم أيضا المحرم عند الجمهور يقسمونه إلى المكروه تحريما والمكروه تنزيها، المحرم والمكروه تحريما، ثم عاد كيجي المكروه اللي هو عند الجمهور ويسمونه المكروه تنزيها. والمحرم أعلى أو أبلغ وأشد فسادا وتحريما من المكروه تحريما. بالإضافة إلى هذا نجد عند العلماء مراتب أخرى قد لا يكثر ذكرها ولكنها مذكورة. مثلا حينما نصل إلى درجة المكروه عند العلماء درجة أقل من المكروه، وهي خلاف الأولى. حينما يستعملون عبارة خلاف الأولى هو أنه مباح، ما هو خلاف الأولى هو مباح، ولكن فعله قد يكون أولى من تركه، أو تركه أولى من فعله. فمن فعل شيئا تركه أولى، ومن ترك شيئا فعله أولى، هذا يكون قد ارتكب ما هو خلاف الأولى، وهي درجة خفيفة جدا قبل أن نصل إلى درجة المكروه، قبل أن نصل إلى درجة الحرام. كما قسم العلماء الحرام نفسه إلى محرم لذاته ومحرم لغيره. وطبعا التحريم في المحرم لذاته أشد، والإثم فيه أشد من المحرم لغيره، ولذلك الترخيص في المحرم لغيره يكون أيسر عند الفقهاء، يرخصون بارتكاب المحرم لغيره بسرعة وبتيسير وبتساهل أكثر مما يفعلون مع المحرم لذاته، بمعنى أن المحرم لذاته هو المحرم الحقيقي،
وهو المفسد الحقيقية. والمحرم لغيره أصله أن يكون مباحا، لكن حرم لعارض لأنه يفضي، لأنه يتسبب، لأنه ظرف معين، فيصبح محرما تحريما عرضيا وتحريما ذرائعيا، فلذلك تحريمه يكون أخف. إذن هذه كلها أمور موجودة في الشرع، موجودة في النصوص، موجودة في أصول الفقه، موجودة في الفقه، كلها تدل لمشروعية الموازنات بين الأمور، والموازنات بين الأفعال والتصرفات والمصالح والمفاسد، والموازنة بين الأحكام الشرعية. فمعنى هذا، معنى كل ما تقدم، أن ما فرضه الله علينا من فرائض وواجبات، هذه الفرائض والواجبات ليست سواء، وإنما هي مراتب ودرجات، وبعضها أولى من بعض، وبعضها دون بعض. وكذلك ما حرمه الله، ليست كل المحرمات في درجة واحدة من الإثم والفساد ومن العناية الشرعية. على أن القرآن الكريم قد تناول هذه المسألة من زاوية أخرى أكثر جذرية وأكثر شمولا، حيث اعتبر أن إحدى الآفات الكبيرة والخطيرة التي تصيب العقل البشري وتفسد على الإنسان تفكيره وتدبيره هي آفة التسوية وعدم التفريق بين الأمور المختلفة غير المتساوية، وهو ما يشكل مدخلا ومرتعا لكافة أشكال الضلال والفساد. في القرآن الكريم إذا انتبهنا، ويجب أن ننتبه ونتفقه، آيات كثيرة تعتبر أن من كبريات الآفات في العقل البشري والسلوك البشري هو أن نسوي بين أمور ليست متساوية. إذا فعدم الموازنة وعدم الأولوية وعدم المفاضلة وعدم التراتبية في الأعمال، هذا فساد كبير في الفكر، و ينتج عنه فساد في الاعتقاد وفساد في العمل. بعض الآيات التي تحذر من ذلك وتنبه إلى هذه المسألة، قول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إذن أمثلة كثيرة متعددة، تنبيه وتحذير من أن نسوي ونخلط بين الأمور. لا يستوي الأعمى والبصير، لا تستوي الظلمات والنور، لا يستوي الظل والحرور، حرور يعني شدة الحرارة يعني الشمس المحرقة، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ومن الأمور التي استوقفتني أن إحدى هذه الآيات، وسأذكرها في من هذا الباب، كانت تستوقف عددا من الصحابة والتابعين ومن السلف الصالح، وهي تتضمن هذا الأمر، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه التسوية بين الذين اجترحوا السيئات والذين عملوا الصالحات في حياتهم ومماتهم وبعد مماتهم، هذا حكم سيء ومنهج سيء وطريقة سيئة وطريقة ضالة في الحكم، ساء ما يحكمون. روي عن تميم الداري رضي الله عنه أنه أتى المقام المسجد الحرام ذات ليلة، فقام يصلي، فافتتح السورة التي يذكر فيها الجاثية، سورة الجاثية، قرأ الفاتحة ثم سورة الجاثية، فوصل، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم
ساء ما يحكمون، فلم يزل يرددها حتى أصبح. فلولا أهمية خاصة ولولا معاني عميقة وإشارات تستوقف هذا التوقف وتستدعي هذا التوقف، لما ظل يرددها الليل كله لا يصلي إلا بآية واحدة. كما أن الواقع الذي نعيشه لمن يعقل يخبرنا وينبئنا أن كل ما خلق الله وكل ما نفعله مختلف ومتفاوت ويعلو بعضه على بعض ويدنو بعضه من بعض ويقل بعضه عن بعض. الواقع إذا رأينا ونظرنا وقلبنا النظر حتى إنه في الكلمات التي يقولها الناس يقول الله خلق وفرق الإنسان، أولاده، الإنسان في أيامه ولياليه وفي أعضائه، أعضاء جسمه، وفي كل ما يملك في تصرفاته، كل حاجة لها مرتبتها وكل حاجة هي أولى من غيرها، هي أدنى من غيرها، ولو تقاربت ولو تشابهت التفاوت يبقى هو الأصل، والتفاوت والتفاضل يبقى هو السائد فيما خلق الله. فإذن الموازنة بين الأشياء والمفاضلة بينها هي تحصيل حاصل فقط، لا ينبغي العماية عن ذلك وخلط الأشياء وجعلها متساوية. يقول الإمام عز الدين بن عبد السلام في بعض الكلمات التي أريدها أيضا تعبيرا عن هذا الإحساس منهم بهذا التفاوت وبضرورة اعتباره وضرورة مراعاته: لا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل. حتى وأنت تختار شيئا صالحا إذا تركت بسببه ما هو أصلح منه فهذا جهل. الإنسان يقدم على العمل الصالح ويكون جاهلا، لأنه جاهل أن هناك ما هو أصلح منه، وجهل أن الأصلح هو الذي يلزمه وليس الصالح. إنما يقبل الصالح حيث لا أصلح منه، إنما يقبل الصالح حيث يتعذر ما هو أصلح منه، إنما يتأتى الصالح إذا كان الأصلح غير ممكن أو عسير أو قد يفوت فنحقق ما هو ممكن، لأنه كما يقال الأحسن عدو الحسن، لأن كثير من الحالات يكون الأحسن أو الأصلح بعيد المنال، وقد نناله وقد لا نناله، بينما الحسن متحقق ممكن في متناول أيدينا، حينئذ يكون الأحسن هو الحسن. علاش كيولي هو الأحسن؟ الحسن يصير هو الأحسن لأنه ممكن، لأنه متحقق، لأنه في متناول يدي، بينما الأحسن سراب أو أقرب إلى السراب. بينما حينما يكون الأحسن ممكنا وفي متناول اليد فتعدل عن الأحسن إلى الحسن، هذا هو اللي قال فيه ابن عبد السلام هذا لا يفعله إلا جاهل. ولذلك كان العلماء قديما يقولون ويردد هذه الكلمة ابن تيمية بصفة خاصة: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. الذي يعرف الخير من الشر هذه بسيطة، وإن كان هي درجة في التمييز، والذي يفقدها أو يضيعها هذا ضلال كبير، ولكن مع ذلك هذا في متناول الجميع إلا من أبى واتبع هواه وركب نفسه. تمييز الخير من الشر كثير من الحالات أمر ميسور للناس وللأطفال الغريزة وبشيء من التجربة وبشيء من العلم في الدين، ولذلك المحرمات البينة يعرفها الجميع، والواجبات البينة يعرفها الجميع، والحلال بين والحرام بين، ولكن بينهما هناك منطقة، هنا يظهر عقل العقلاء وفكر المفكرين وفقه الفقهاء، هي أن تعرف مراتب الخير والشر، مراتب الخير فيما بينها ومراتب الشر فيما بينها.
فليس العاقل من يعرف الخير من الشر أو من يميز الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يميز خير الخيرين، هل خير رقم واحد وهل خير رقم زوج وهذا رقم عشرة، وكذلك من يميز شر الشرين، هذا شر وهذا شر، لكن أيهما شر من الآخر، أيهما أقبح من الآخر، أيهما أفسد من الآخر. وقال شهاب الدين القرافي: اتفق الحكماء وكذلك الشرائع، إذن حتى الحكماء ممن يعتمدون العقل والنظر والفلسفة، اتفق الحكماء وكذلك الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال. وهذه مسألة أيضا مشهود لها، منصوص عليها في الدين في كثير من الحالات، في كثير من الآيات الله تبارك وتعالى ينص على الأحسن وليس على الحسن. الله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فالأحسن الذي تدفع به هو أولى من الحسن. إذا كان أمامك حسن وأحسن تدفع به وتعالج به قضاياك ومشاكلك وربما حتى خصوماتك وحتى صراعاتك، إذا كان ما هو أحسن فلا ينبغي اللجوء للحسن، فالدفع بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن حالات معينة يصبح فيها الأحسن هو اللازم، ويصبح الحسن ربما فاشلا وربما لا يحقق المقصود. على كل حال، هذا كله يشهد لهذه الموازنة بين الأعمال الصالحة فيما بينها والأعمال الفاسدة فيما بينها. ثم إذا اجتمع علينا الصالح والفاسد، ليس بالضرورة ودائما كما هناك قاعدة ربما توضع في غير موضعها، حيث يقال دائما درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كلمة الشيخ القرضاوي أشار أنه لما نوازن بين المصالح والمفاسد، نوازن باش نعرفوا متى نقدم المفسدة، درء المفسدة على جلب المصلحة، ومتى تغتفر المفسدة لأجل المصلحة. إذن إنما يقدم درء المفاسد على جلب المصالح إذا تكافأت وتقاربت، فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. لكن حينما نكون أمام المصالح الكبيرة وفي ثناياها المفاسد الصغيرة والمفاسد القليلة، فالذي لا شك فيه هو تقديم جلب المصلحة على درء المفسدة، وتغتفر شرعا تلك المفاسد التي تكون في ثنايا تحصيل المفاسد الكبيرة. وهذه مسألة ناقشها كذلك العلماء منذ القديم، منهم القاضي أبو بكر بن العربي وبعده الإمام الشاطبي، وقالوا: إذا كان أمامنا مصالح لكن في طريق جلب هذه المصالح، في ثنايا جلب هذه المصالح، هناك مفاسد وهناك آثام، مش فقط مفاسد، هناك آثام وهناك مخالفات شرعية، هل نترك تلك المصالح أم نقدم عليها؟ قال الشاطبي: إذا كانت تلك المصالح من درجة الضروريات أو الحاجيات، ومما لا يستغني الناس عنه في معتادهم بل حتى في الشرع لا يمكن تركها، فيجب الإقدام على تحصيل تلك المصالح ولو كان في ثناياها ما كان، نتحفظ أكثر ما يمكن، نقلل أكثر ما يمكن، نتحاشى أكثر ما يمكن، ولكن نقدم. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا لو أردنا أنه كل مصلحة في طريقها مفسدة نتركها، سنعطل الحياة ونعطل مصالح المسلمين. وهذا كلام له أصح حتى عند الإمام الغزالي أيضا. فلذلك الإنسان يقدم على طلب العلم وقد يكون في طريقه مفاسد وآثام، والإنسان يقدم على طلب رزقه ولو كان في ذلك ما فيه، ولو كان فيه شبهة الحرام، ولو كان فيه بعض الحرام أحيانا، إذا لم يجد حلالا خالصا ومسعا خالصا
ومخرجا خالصا يخرج ويعود، بل الإنسان حتى صلاة الجماعة حتى خروجه للدعوة كل ذلك عرضة، عرضة لأن يتلوث بشيء، فهذا كله لا يوقف. لماذا؟ لأن المصلحة كبيرة والمفاسد عارضة وقليلة، فلذلك لا يمكن إيقاف المصالح بدعوى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وهذه القاعدة، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، استعمالها بهذا الاضطراد وبإطلاق يعني أدى إلى فساد كبير عند المسلمين، فساد كبير اللي هو تعطيل المصالح الكبيرة. تعطيل المصالح الكبيرة ينقلب في النهاية فسادا كبيرا، فقد عطلوا مثلا موضوع المرأة، المرأة عطلت وشلت وحوصرت بدعوى أن جلب أن درء المفاسد مقدم على جلب، لا تتعلم، لا تخرج، لا تخالط، لا تتحدث، لا تدخل. إلى الآن كما تسمعون، إلى الآن كما تسمعون، المرأة في أقطار معينة حتى التصويت لا تصوت إلى الآن. هذه تركة صعوبة على الناس أن يتخلصوا منها، حتى التصويت، مش ترشح، مش تولى كذا تولى كذا، لا، مجرد التصويت. مازالت في دول لكي يوقع فيها التصويت، وعني بذلك خاصة الكويت مثلا، الكويت فيها هذه الممارسة الديمقراطية من تقريبا من السبعينات، ولكن لحد الآن عندهم معركة، المرأة تصوت أو ما تصوت، لحد الآن لا تصوت وبقى إلى آخره. كتعرفوا أنه في السعودية المرأة لا تسوق سيارة، هذا الشيء كله باسم درء المفاسد وكذا وكذا إلى آخره. فإذا المصالح الكبيرة التي تفوت، بل في النهاية مش غير المصالح تفوت، ينقلب ذلك مفاسد علينا، وتصبح المرأة تتعلق بأن يحررها الآخرون. كننتظر الجيو الأمريكيين يفرضوا هذا الشيء في شي نهار على السعودية وعلى الكويت. إذن هذه مفسدة كبيرة، أن يصبح نساؤنا وبناتنا كيطلعوا الآخر الكافر العدو اللي كيحاربنا باش هو اللي غادي ينقذهم، ويصبح قلوبهم متعلقة به رجالا ونساء، حتى عدد من الرجال، ويصبح قبلتهم ويصبح قدوتهم، لأنه ما عندهم مخرج إلا ذاك. فإذا تفوت المصالح الكبيرة وتنقلب تلك المصالح التي فاتت إلى مفاسد بدعوى أنه درء المفسدة مقدم، لا، ليس دائما، بل إذا كانت المصلحة والمفسدة متساويتان متكافئتان، هنا نقول هذه القاعدة نعملها ونقدم درء المفسدة. أما حينما تكون المفسدة ضئيلة وصغيرة والمصلحة كبيرة، فالذي لا شك فيه هو الإقدام على جلب المصلحة مهما يكون في ثناياها من مفسدة. إذا استطعنا أن لا يكون في ثناياها مفسدة، هذا هو المطلوب. إذا كان في ثناياها مفسدة، نقدم ونتحفظ ما أمكن، ونتحاشى ما أمكن، ونقلل ما أمكن، ونتلافى ما أمكن، هذا كل ما هو مطلوب. ومن الأمثلة الرائعة في هذه الموازنات بين المصالح والمفاسد، المثال الذي يذكره ويشتهر كثيرا، يذكره ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين، يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، أنكر على الذي أنكر، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. هذا المثال فيه الموازنات والأولويات والمقاصد، هذا المثال صغير، لأن الموازنات هو وازنة، هل أيهما أولى بأن نتقيه ونجتنبه، والشرب الخمر وما فيه من سكرين وعربدة، ولا قتل الأنفس
وسبي النساء والذرية الذي كان يفعله التتار. فوازن فوجد أن هؤلاء التتار شربهم الخمر وإقامتهم على ذلك ليلة أو ليالية وما في ذلك من سوء وشر لهم ولغيرهم هذا أهون من أن يتركوا الخمر إلى ما جاءوا لأجله وهو القتل وسفك الدماء وغصب الأموال. فإذا هذه موازنة وهذه أولوية، ولكن ها هنا أيضا فقه المقاصد لأنه نظر إلى تحريم الخمر في ضوء مقاصده. تحريم الخمر إنما كان بنص القرآن الكريم لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، بينما هنا نحن أمام حالة هؤلاء لا يصلون ولا يذكرون الله، إذن هي لم تصدهم لا عن صلاة ولا عن ذكر الله، مقابل هذا تصدهم عن جرائم ومنكرات. فإذا صار عنده ابن تيمية المنكر هو إخراج هؤلاء من شرب الخمر إلى قتل المسلمين، فلذلك حينما أنكر من كان معه أنكر عليه لأنه فعل منكرا. فالمنكر في نظر ابن تيمية ليس هو شرب الخمر، في هذه الحالة ليس المنكر هو شرب الخمر، المنكر هو أن تنكر عليهم وتحاول تقنعهم ما يشربوش الخمر وتخرجهم. ويمكن ربما أتصور لو استمر الإنكار كانوا يقتلوا ابن تيمية ومن معه هم الأولين. فإذا هذه هي الموازنات، هذا هو فقه المقاصد، هذا مثال لكل ذلك. من الأمثلة التي ذكرها القرآن يمكن أن نعتبرها درسا كذلك في الموازنات وفي الأولويات، درس لمن في تعرفون الآية المذكورة في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اختاروا آميزان الكفة الكفة. طبعا حصل هذا حينما يعني تحسنت أوضاع المسلمين ويعني تحسنت أحوالهم المعيشية، وبدأ حتى في زمن رسول الله هذا بدأ يحصل طبعا انتصارات وغنائم واستقرار. فبعد أن أمضى المسلمون سنين عجافا طويلة بدأوا شوية كيتنفسوا صعداء وكتنفس أوضاعهم وجيوبهم وممتلكاتهم. ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسسنا أنهن لم يستفيدن من هذا التطور في المجتمع، يعني نساء صحابيات أخريات ونساء صحابة آخرين يعني بدأوا كيشري وبدأوا كيقتني وبدأ الأسد ديالهم كذا. فنساء الرسول صلى الله عليه وسلم بدأنا يطالبناه أيضا بتحسين المعيشة واللباس والأتات وإلى آخره، وهو معرض عنهن وماض فيما هو فيه على نهجه وسلوكه صلى الله عليه وسلم، وهن يلححن. فضاق بهن زرعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: أنتن زوجات الرسول، لستن كما في الآية التي بعدها لستن كأحد من النساء. تعرفوا هذا، لستن كأحد من النساء، إلى غادي تولوا تتعاملوا كأيها الناس كأيها النساء، هذا إذن أجي ونفهم. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها مع الإيمان طبعا ما لا يتصور خروج، ولكن آثرتم على صدف العيش على مقام النبوة اللي انتم فيه أو قريبات منه وفي ظله وكنفه، بغيتوا تتمتعوا بغيتوا تكونوا بحال الأخريات تحسن شوية كذا. بسم الله، ها السراح الجميل، ها الفلوس، هكذا، ها اللي جاب الله هكذا، بغيتوا الله ورسوله الدار الآخرة وما تبقاوش تلتفتوا لشيء آخر، اللي جا واللي ما جاش إلى آخره. طبيعة الحال لما نزلت هذه الآية ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على نسائه واحدة واحدة، وبدأ بعائشة وقال لها وقرأ عليها الآية وقال لدبها أنت كريم عرسك ما تستعجليش
عندك اتساع فكري وتشاوري مع والديك وجاوب بغيتي تهلا فيكم ونبرعكم ونعطيكم من الغنائم ومن غيرها ومن داكشي اللي جاب الله ونفترقوا وسيروا إلى قلت له واش هل في هذا استأمر والدي؟ هذا مسألة ما فيها لا تفكير ولا استئمار ولا تشاور ولا كذا، فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وكذلك فعل بقية نسائه صلى الله عليه وسلم. يا قارئ القرآن بشراك النعم، الله الله، لا خوف في دنياك تلقى أو ألم، الله الله، تحيا ونور الله حولك ساطع في الروح يسري عامرا قلبا وفم. نعم، هذا كتاب آخر يبدو، أي نعم في فقه، نعم كتاب آخر للشيخ القرضاوي. إذن هذه كتب ثلاث فقط. بغيت نقول أن الأخ، لأن كنت فكرت أنا نتكلم على ضوابط فقه الأولويات، ولكن وجدت أن الأخ لوكيلي فعلا اعتنى بهذا الجانب، فهناك ضوابط متعددة مستخلصة من القرآن والسنة وضوابط العلم والعقل موجودة في هذا الكتاب. ضوابط يعني كيف نمارس، كيف نطبق فقه الأولويات. إذن هذه كتب ثلاث أظن أنها تمثل حدا أدنى. طبعا هناك كتب أخرى، هناك في موضوع المصالح والمفاسد بصفة خاصة كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام، يعتبر الكتاب الأول في بابه، الأول من حيث الزمان وربما الأول أيضا من حيث القيمة. وما بقي قد نستكمله إن شاء الله بعد قليل. بالنسبة للتقريب والتغليب أيضا هو يمكن اعتباره أيضا نمطا آخر ومدخلا آخر من مداخل الفقه السديد في التعامل مع الشرع وفي التعامل مع الواقع، حتى لا نبقى أيضا معاقين ومكبلين في طريقة تفكيرنا وتعاملنا. ونظرية التقريب هذه أو التقريب والتغليب هذه تقوم على أساس أن ما جاء به الشرع وما كلفنا به الشرع وما يطلبه منا الشرع وما يجب أن نفعله في شرعنا وفي حياتنا ليس دائما متوقفا على اليقين وعلى القطع، وليس دائما متوقفا على التمام والكمال. فإذا لا يعدل عن اليقين والقطع إن وجد ولا محيد عنه، لكن في كثير من الحالات تطلب القطع واليقين أو ادعاؤه وهو غير حاصل يصبح ضربا من التأسف وضربا من الدعاء وضربا من تكبيل العقول. فإذا في الشرع الشيء الكثير، وفي علوم الشرع وفي علم العلماء الشيء الكثير مما هو مجرد رجحان، لكن رجحان علمي. فإذا في فهم القرآن أو في فهم السنة، بل في إثبات السنة نفسها وفي الاستنباط وفي القياس وفي كثير من الأحكام الشرعية، إذا لم يكن الأمر يقينيا وترجح ما نقولوش هذا مشكوك فيه إذا لا نفعله. لا، وباش نكون واضحين، الذي يفعل كل شيء عن يقين لا شك فيه ولا ريب هو الله تعالى. راه طبيعة الإنسان، الله تعالى خلى الإنسان أنه بعض الأمور يستيقنها وبعض الأمور يمضي فيها على ما رجح عنده. إن كان الإمام مالك رضي الله عنه يكثر أن يقول إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، تواضع واعتراف بالحقيقة كما هي. بل كان أحيانا يمنع أن يكتب كلامه وفقهه ويقول لعلي غدا يكون لي رأي آخر وموقف آخر، يعني غدا بمعنى غدا أو غدا بمعنى سنة أو سنوات إلى آخره. كل هذا اعتراف بأن كثيرا مما نفهمه ونأخذ به ونستنبطه ونجتهد فيه إذا رجح ما نتقدم للأمام. الآن عدد ديال الأمور أيضا في حياة المسلمين قبل الآن والآن
يوقفونها بدعوى يمكن وعندك ومازال ومش انتقلين ومش ولسنا مستيقنين ولسنا مطمئنين ولسنا إلى آخره. لا، المخاوف والاحتمالات والشكوك التي قد تحوم بشيء إذا رجح ورجح رجحانا علميا وبأصوله وقواعد العلم نمضي ولو الاحتمالات، لأن هذه الاحتمالات ما يكون راجحا في نظرنا، مثلا راجح بنسبة 70% أو 80% هذا يعتبر رجحان كبير. إذا كنا كنمضي في نسبة كبيرة من حياتنا واجتهاداتنا وأفكارنا على هذا، حينما لا نستطيع أكثر من ذلك، بشر يبقى بشر. في الحقيقة أن منهجنا يكون صوابا 100% حينما يكون منهجنا هو أنه إذا رجحت عندنا مسألة بدرجة 70% و80% كل ما وصلت لهذه الدرجة وليس عندنا غير ذلك، وقلبنا النظر ووصلنا إلى هذا ومضينا اليوم وغدا وكذا وفهدي، في الحقيقة المنهج يكون صوابا 100%. واحتمالات الخطأ كتكون في حدود ضئيلة، ماشي هي 70%، لأن هذاك اللي 70% و80% راح في الغالب غيكون هو الصواب، لكن احنا ما نقدروش يعني تواضعا واعترافا بالحقيقة ما نقدروش نقولوا بها درا صواب 100%، ولكن الاحتمال الأكبر في الواقع حينما تنكشف الأمور راه هذاك هو الصواب كيكون، إلا نادرا، بمعنى أن لما كنمشيو على 70% عمليا وفي النتيجة وفي المآل كنكونوا على صواب 95% في الحقيقة، ولكن من حيث هو منهج هو صواب 100%. لأن العلماء مثلا يقولون خبر الواحد ظني، ولكن مجمعون على أن هذا هو المنهج الصواب 100%، ماشي ظني، المنهج قطعي، أن تعمل بخبر الواحد الظني هذا منهج قطعي وهذا صواب قطعا. والذين يأخذون بالقياس، القياس ظني بدرجة أكبر من خبر الواحد في التطبيقات وفي التفاصيل وفي كذا، ولكنه منهج قطعي، بل عدم الأخذ بالقياس ضلال، لأنه كما أنه من الضلال التسوية بين غير المتساويات فمن الضلال كذلك عدم التسوية بين المتساويات، هذا عديل هذا ووجهه الآخر. فالله تعالى كما حذرنا من أن نسوي في النصوص التي ذكر نسوي بين أشياء غير متساوية، يحذرنا كذلك أن نفرق بين الأشياء المتساوية، فالأشياء المتساوية حكمها واحد، والتماثل يوجب التساوي في الحكم، بل إن التساوي والتسوية بين المتساويات هذا هو عدل الله، وهذا هو الميزان الذي أنزله الله. فإذا يبقى منهج القياس احتمالي ظني في التطبيقات والممارسات ديال كل واحد، نعم، ولكنه منهج قطعي ومنهج صواب، إذا نمضي عليه وهو تقريب وتغليب، ليس حيث تطبيقات القياس إذا أخذنا كل حالة بعينها، أي حالة قاسها أي شخص يمكن أن يأتي غيره ويعني يخلق لها بعض الإشكالات والشبهات والاعتراضات وكذا إلى آخره، يعني ما يسميه الأصوليون بتطريق الاحتمال، أي واحد يمكن أن يطرق الاحتمال إلى عمل قياسي تقوم به، لكن القياس كمنهج لا مفر منه. فإذا قسنا إذا وصلنا إلى القياس إلى آخره، فإذا هذا هو منطق تقريب التغليب من حيث إصدار الأحكام، من حيث الاستنباطات، فهم النصوص إلى آخره، إثبات السنن والأحاديث. نأتي إلى التقريب والتغليب من زاوية أخرى، وهي الحكم ظني ولا قطعي، هذه تجاوزناها، لكن التطبيق ديال الأعمال كيكون أيضا إما تقريب أو تغليب، يعني عدد من الأحكام، عدد من الأشياء إنما نحكم عليها بحسب ما غلب. الآن غير أول أمس لك دعوة سؤال مع شي تلميذات يعني قريب لها خالها ولا كذا، عنده حانوت بيسري ولكن كيبيع الخمر، واش ناكلو عنده ما ناكلوش عنده، نمشيو عنده ما نمشيوش عنده. القاعدة هنا الفقهية معروفة، إذا كان ما يبيعه وما يكسبه غالبه حرام هذا حرام، صافي كنحكموا عليه بأن ماله حرام وما ناكلوش معه.
إذا كان غالب ما يكسبه 80% 90% من كسبه حلال و 10% أو 15% حرام نأكل من عنده، لأن الغالب هو الحلال والحرام يبقى له. إذا ما غلب، ما غلب في الأشياء حينما نحكم بحرمتها بخبثها بطيبها فإنما يكون ذلك بناء على ما غلب. في الزكاة الفقهاء كيقولوا الإنسان عنده السائمة والمعلوفة ومخلطة، ومرة هذيك هذه ومرة مرة المعلوفة كتولي سائمة ومرة السائمة كتولي معلوفة ومرة كذا، أشنو الحكم؟ واش يخرج منها ولا ما يخرجش؟ واش يخرج في المسقي واللي ماشي مسقي، العشر ولا نصف العشر؟ لما كتختلط الأمور الفقهاء كيقولوا ما غلب التغليب. بعض الأمور التي يتعذر إدراكها وتحقيقها على وجه التمام يأتي التقريب، مثلا القبلة الآن، واش حنا القبلة عندنا بديك الرماية ولا تقريب؟ الفقهاء من زمان أراحوا نقل تقريب، اللي خصو يجيب القبلة بالضبط هو اللي يكون كيشوفها. غير في مكة إلا بعثتي في الأحياء القبلة بالنسبة إليك تقريب. مواقيت الإحرام، مواقيت الإحرام في الحجرة معروفة، ولكن اللي مدى الشيء عليها الآن 10% هما اللي كيدوزوا على المواقيت الحقيقية، هذه كذا، هذا الجحفة، هذا يلملم، هذا كذا، هذه الأماكن المعروفة اللي جاي من العراق، اللي جاي من الشام، اللي جاي من هنا إلى آخره. لكن الآن الناس كيدوزوا في الجو، بعدا اللي كيدوزوا في الجو كل ما كيدوزوش على المواقيت، كيدوزوش عليها وإلا هو فسنا. فشو هي المواقيت؟ مواقيت تقريب. حتى اللي جايين في البر تعددت الطرق واختلفت الطرق، كاين طرق اللي كانت أيام زمن ما بقاتش خدامة نهائيا، هذا هو التقريب. إذن تقريب وارتاح مع راسك، ما تقولش أخشي غادي نوقف الطيارة ونزلوها ونعبروا ونديروا، لا جاي في البر ولا في البحر ولا في الجو تقريب، خذ راحتك. فكل التكاليف يعني في حقيقة نادرة هي التكاليف اللي كيمكن الإنسان يجيبها بالمليمتر وبالسنتيمتر وإلى آخره، هذا غير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، ما لا تعنتوا أنفسكم لا تعنتوا بعضكم. ولذلك قال الفقهاء قاعدة عظيمة علمية وعملية، ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه. فلا داعي، ليس من الشرع ذاك الحكان في المواقيت بالدقائق، والحكان في الأماكن بالمليمترات، والحكان في الأشياء بالجرامات، ولا هذا الشيء كله ليس من الشرع. الأمور في جملتها في معظمها تحققت على بركة الله، داك الشيء راه مقبول إن شاء الله. وداك الشيء هذا منهج كذلك، لأن منهج ذاك منهج ديال توقف البيضة الطاس، ومشي كيوقف البيضة الطاس، كيوقف الحياة، كيوقف الأعمال، كيوقف المبادرات، مازال توقف البيضة الطاس راه مسألة بسيطة. على كل حال نصبلو كان غير هذا، نتعبوا معها ونشوفوا كي نديروا، لكن كتوقف الحياة بدعوة هذه ماشي هي هذيك، وهذه ماشي كاملة، وهذه ناقصة، وهذه كذا إلى آخره. هذه هي الملامح ديال هذه نظرية التقريب والتغليب. وبما أن أيضا الكتاب موجود لا أطيل، راه يستطاع الواحد يقرأ منه فصل، ولا يقرأ منه مقدمة، ولا يقرأ خاتمة، ولا يقرأ كله إن استطاع، وغادي يعرف شنو معنى هذه نظرية التقريب والتغليب. على أن في هذا الكتاب واحد بالخصوص واحد الفصل كيلتقي تماما مع موضوع الموازنات والأولويات، هو التقريب والتغليب في مجال المصالح والمفاسد. ونحن رأينا أن العلامة القرضاوي تقريبا الموازنات والأولويات يحصرها في موضوع المصالح والمفاسد. فإذا موضوع المصالح والمفاسد هذا الميزان هذا راه هو اللي هو العمود الفقري ديال المقاصد وديال الأولويات والموازنات والتقريب والتغليب. فهذا الفصل هذا ربما كان الأخ اقترح غادي يصور بخصوص هذا الفصل، فهذا فصل كيشتركوا فيه هذه العناوين كلها. وأترك ما بقي من الوقت للمزيد من النقاش إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.